شكرا جزيلا. وبنقول لمشاهدينا الكرام، بنقول هذه العملية التي بدأت في 8 صباحا من اليوم، نحن وراء رجالة مصر، القوات المسلحة والشرطة المصرية، احنا وراء مصر نفسها. مصر مش ممكن تقوم ولا تعدي ولا تقف قدام الإرهاب إلا لو كان البيت المصري بيت قوي. قوي بيتك، قوي أسرتك، فتح عينك وخد بالك وانت ماشي، انت ماشي في الشارع المصري الآمن دائما بإذن الله. كل الدعوات والقلوب لرجالة القوات المسلحة اللي بندعي لهم بالخير والسلامة، وغدا نكمل معاكم الطريق للاتحادية ونطمن أكتر على هذه العمليات، لأنها العمليات ما زالت موجودة في المناطق اللي قلنا لحضراتكم عليها. غدا هتكون زميلتي العزيزة لبنى عسل مع زميلي العزيز معتز عبد الفتاح يكملون معكم الطريق إلى الاتحادية.